محكمة الأمور المستعجلة بعابدين النهاردة قضت بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ ثروت شلبي الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية. مساء الخير يا أستاذ ثروت. أولا هذا الحكم حكم باطل ويشوب العوار الدستوري والقانوني والفساد في حيثياته. وده لانه محكمه الامور المستعجله غير مختصه قضائيا وقانونيا ودستوريا وولائيا بنظر هذه الدعوه. الدعوه الاصليه اقيمت امام مجلس الدوله وقضي فيها ببطلان اتفاقيه اعاده ترسيم الحدود بين مصر والسعوديه اللي وقعت من ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، وتم الحكم فيها من احد شيوخ قضاه مجلس الدوله وهو المستشار يحيى الدكروري رئيس المنتخب الاسبق لنادي قضاه مجلس الدوله ببطلان التوقيع الاتفاقيه. الحكومه وصفت اثناء النظر القضيه بانه مصر كانت محتله، هيئه قضاء الدوله الممثله للدوله لرئيس الدوله ورئيس الوزراء، انه مصر كانت دوله محتله لتلك الجزيرتين ولم تقدم اي وثائق. مجلس هيئة قضاء الدولة ذاتها هي اللي صدر لها حكم النهارده وهي تعلم تماما ان هذا محكمة الامور المستعجلة، وللاسف ان الدستور الجديد جعلها هيئة قضائية لكنها هي وهيئة قضاء الدولة والنيابة الإدارية تابعتين لوزير العدل. فالحكم صدر وده حكم أول درجة، لأنه في درجة ثانية للتقاضي أمام محكمة جنح مستأنف وفي الأغلب ستقضي بعدم اختصاصها ولائيا، لانه الحكومه طعنه امام على الحكم في الموضوع وده لم يتم تحديده، لكن رفعت دعوه امام دائره فحص الطعون امام محكمه الاداريه العليا، والمحكمه الدائره اللي كانت تنظر هذا الطعن من الحكومه لوقف تنفيذ الحكم وعدم سيرورته قضت تم ردها لأن بعض العاملين بعض أعضائها ورئيسها مستشارين في وزارة الخارجية ورئيس الجمهورية وطعن، فتم قبول ردهم. يوم السبت القادم إن شاء الله هيبقى أول أكتوبر هيبقى بدء العمل القضاء الموسم القضائي الجديد، والدائرة محكمة القضاء الإدارية العليا في مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي هتحدد اللي هي بتترأس دائرة فحص الطعون، هتحدد دائرة جديدة لنظر طعن الحكومة. يعني أنا مش عارف، يعني الحكومة طعنة هنا وطعنة هنا وهي عارفة إن الطعن هنا باطل، لكن هو نوع من إهدار الوقت، وللأسف ده بيسيء للقضاء المصري بأنه قضاء مسيس، لأنه هيئة قضاء الدولة اللي هي بتقول ان هيئه قضائيه بنص الدستور لا يعني ازاي تطعن في جهه غير مختصه وعارفه ان الحكم ليس في صالحها وان الجهه المختصه هتنظر الحكم. فهذا الحكم الحقيقه بيسيء بيزعزع الثقه العامه داخل مصر لدى الراي العام. هذا الحكم ايه يا استاذ ثروت؟ ممكن نعلي الصوت شويه والنبي. هذا الحكم هذا الحكم الصادر بما فيه من عوار دستوري وقانوني يسيء الى سمعه القضاء المصري وينال من استقلاليته ويزعزع الثقه العامه في الراي العام داخل مصر وخارجه فيه، لانه احنا عارفين انه هيئه مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله والقضاء العادي مجلس يعني هيئه قضائيه مستقله، فده تداخل وافتئات على استقلال القضاء، واللي عمل دوت للاسف هي هيئه قضاء الدوله الممثل الحكومه في ورئيس الجمهوريه اللي اقامت طعن امام محكمه غير مختصه ولائيا بنظر هذا الطعن. هذا الحكم الحقيقه يعني بيشير الى العديد من الاحكام التي صدرت مثل ما حدث مع هشام جنينه بصدور حكم دون ان يسمع مرافعاته، وصدر حكم بإدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بغرامة. فهذه الأحكام تسيء لمصر والقضاء وتتناقض اصلا لا تخدم الدولة المصرية. لا دون برضو إلقاء يعني توصيف والنبي يا استاذ ثروت، يعني احنا ما بنيجي نتكلم على القضاء احنا بنتكلم على وقائع. طب انا بتكلم على وقائع، سعادتك انا ما بوصفش، ده انا بقول لك
استاذ ثروت، عموما التليفون من الواضح انه فصل. استاذ ثروت شلبي الصحفي المتخصص في شؤون الشؤون القضائيه، شكرا جزيلا لحضرتك.